السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. اليوم سوف نتابع الفاعل. أخذنا في الحصة السابقة عن صور علامات رفع الفاعل، وقلنا الفاعل هو الذي يقوم بالفعل ويأتي بعد فعل الفاعل. الفاعل دائما يكون مرفوعا، لا يأتي لا منصوب ولا مجزوم ولا مجرور. إذا كان علامات رفع الفاعل، قلنا يا ثامن علامات رفع الفاعل يرفع بالضمة إذا كان مفردا، يرفع بالألف إذا كان الفاعل مثنى، نجح الطالبان، الفاعل هنا مثنى يرفع بالألف. إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم يرفع بالواو. قاتل المجاهدون، المجاهدون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. عنا أيضا يرفع بالضمة إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم، نجحت المجتهدات أو نجحت الطالبات. الطالبات أو المجتهدات هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. اليوم سوف نأخذ يا ثامن صور الفاعل. صور الفاعل تابع معي في الجملة التي أمامك. قال حيدر محمود في عمان، أرخت عمان جدائدها فوق الكتفين، فاهتز المجد وقلبها بين العينين. هنا أرخت عمان، فاهتز المجد. هنا إيش؟ من الذي قام بالحدث أو بالفعل؟ عمان، وهنا المجد. فكلمة عمان أسندت إلى الفعل أرخت، والمجد أسندت إلى اهتز، إلى الفعل اهتز. فعمان والمجد اسمان ظاهران، اسمان ظاهران. إذا أرخت عمان، والمجد هنا اسمان ظاهران، أي أن كل من قام منهم بالحدث في الفعل. انظر إلى ترتيب الفاعل، يكون هنا بعد الفعل. وقلنا أن الاسم الذي يسمى بعد الفعل هو من فعل الفعل والفاعل. طيب انظر إلى الجملة التالية. الفنان المبدع يجسد معالم الطبيعة في لوحاته. هنا يجسد، ليس ظاهرا بلفظه، إنما هنا من هو الذي يجسد؟ ضمير مستتر، إذن الفاعل هنا يعود على اسم الفنان، إذن هنا ضمير مستتر، إذن الفاعل هنا شو؟ ضمير مستتر يعود على الفنان هو، إذن يجسده هي فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو الفنان. انظر إلى الجملة التالية. قال حافظ إبراهيم في اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آية به وعظاتي. عندنا الفعل رجعت، والفعل ناديت، والفعل اتهمت، أين هو؟ اتهمت حصاتي، واحتسبت حياتي، ووسعت، كتابي، وأيضا ذقت. هذه كلها فاعلا. الفاعل هنا على هذه الأفعال ماذا؟ ضمير متصل. هنا رجعت، التاء، اتهمت، التاء، ناديت، التاء، هنا الفاعل التاء، وسعت أيضا، هنا كلها الفاعل جاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وما أرسلناك إلا رجالا يوحى إليه إليهم فاسألوا. هنا اسألوا، الفاعل سأل، فعل. الواو هنا، واو الجماعة هي في محل رفع فاعل. أحسنتم. وما مخضرت، هذه الأرض إلا بسواعد أهلها. هذه، اخضرت، هنا فعل. هذه
أحسنتم. إذن من هي الذي اخضرت؟ هذه. هذه هنا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. وصل الذين شاركوا. وصل هنا فعل أبدعتم. من هم اللي وصلوا؟ الذين. الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. إذن الفاعل يأتي على عدة صور، هي أول شيء يأتي اسم ظاهر، ويأتي ضمير متصل، ويأتي ضمير مستتر، ويأتي اسم إشارة، ويأتي اسم موصول. أحسنتم يا ثامن. في الحصة القادمة سوف نضع العديد من الأمثلة ونقوم بحل التدريبات. استودعتكم الله في حصة قادمة. تابعوا حصة الزوم لأنها جدا مفيدة وجدا مهمة، لا تضيعوا أي حصة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.